يسعد اوقاتكم متابعينا من وين ما كنتوا عم تحضرونا ببرنامجكم الجديد فان تايم. رح نكون معكم اسبوعيا انا رولا وانا احلام لحتى نحكي بكل شيء جديد بعالم الفن والسوشيال ميديا. وبحلقتنا لليوم لوكا وبهجة الصيف على الطريقة الإيطالية. لأول مرة روبي وأحمد حلمي شركاء. كيف قدرت الموسيقى تغير الظروف. وبفقرة تيرارا وائل كفوري والبنت القوية. فلاش باك مع شانيل. وببلا بلا ليش تركت أنت والإكس. ديزني عم تعيشنا أجواء صيفية حماسية مع فيلم الأنيميشن الجديد لوكا يلي بتدور أحداثه على شواطئ مدينة الريفيرا الإيطالية وبيحكي قصة صبيين من عالم وحوش البحار عندهم القدرة للظهور بهيئة بشر بمجرد الخروج من الماء. ألبرتو يلي بيعيش وحيد بالقرب من الشاطئ بعد ما دفعوا فضوله لاستكشاف الحياة على اليابسة على طريقته الخاصة ولتجمع الأحداث مع لوكا يلي بيكون راعٍ لقطيعة من الأسماك وبيعيش مع والدته وانبهر بأفكار ألبرتو وقرر يخوض المغامرة. روعة الفيلم بالعبرة اللي عم يقدمها واللي بتحكي عن لعنة الخوف من المجهول وعدم قبول الأشخاص الآخرين يلي ما عنا معرفة مسبقة عنهم. شخصيات الأساسية للفيلم كانت بصوت جاكوب تريمبلي، جاك كريزر، ومن إخراج إنريكو كاساروزا يلي شارك أيضاً بكتابة القصة واللي استوحاها من طفولته والصيف يلي قضاه بإيطاليا. والحلو بهيدا الفيلم انه المواقع اللي شفناها هي مواقع فعلا موجوده بالمدينه نفسها، ومثل ما معودتنا ديزني دائما افلامها مؤثره معبره وبتحمل طابع انساني. Everyone is horrified and disgusted by you because you are monsters. Stop! They're not monsters. Oh yeah? Who are they then? I know who they are. They are Luca and Alberto. تعاون غير توقع بيجمع الفنان أحمد حلمي وفنانة روبي بعمل جديد بيحمل اسم الإكس. هيدا العمل من كتابة هيثم دبور وإخراج محمد شاكر وعم يتصور حالياً. نشر إسلام صيام مدير أعمال الفنانة روبي صورة بتجمعه مع أحمد حلمي وروبي وكتب تعليق الأفضل لم يأتي بعد. وبهالفيلم بيرجع أحمد حلمي للسينما بعد غياب عامين من آخر أفلامه خيال مآتة لجسد فيه دور الجد والحفيد بطريقة كوميدية. نحن وكل محبي حلمي ناطرين نشوف هذا التعاون، يعني روبي وأحمد حلمي أكيد رح يكون في شيء مختلف. لما بتيجي تعمل خير بتضطر تعمل حتة شر صغيرة، مسؤولية كبيرة ما يعرفهاش إلا الكبار. عشان كده صلح كل اللي فات. جدك حالته صعبة جدا. بيشرب سجاير ولا بيكلم بنات؟ عيب. خبرنا التالي من دمشق. فبأحد السرافيس هو بوقت الظهر والعج أو الشوب قرر شاب يطالع عوده ويعزف ويغني عتابة بصوت جبلي نسى الركاب عناء الرحلة. هدول الأشخاص الرائقين هنن أحلى شي ممكن يمر بحياتنا، فإنك تحول الأشياء الصعبة يلي بتمرق فيها لأشياء إيجابية تستفيد منها بيتطلب قوة وإرادة عالية. لك بهالسرفيس وشلفية تلاقي ألف طعنة وشلفية. والله غيابك قتلني وجلان عشي عيني وشال بيه لو قل لي قوم تنعاود احبايا بيا يا ويلي. يا جارة جننتينا قدي حلوين هالناس وقدي بيعطونا طاقة إيجابية وبيعطونا شغف بالحياة. طرح الفنان وائل كفوري أغنيته الجديدة البنت القوية على قناته على يوتيوب لتلاقي تفاعل كبير بين الجمهور بعد ساعات من طرحها. تعاون الفنان وائل كفوري لأول مرة مع الفنان سليم عساف اللي وضع كلماته وألحانه، أما التوزيع كان لعمر صباغ. سمعتي رولا الأغنية؟
أكيد سمعتها وحبيتها كتير، وشكلها رح تكون غنية الصيف بلا منازع. رح نسمع مقطع من الأغنية وراجعين. يا ويلي من حبها، سكر على وربها، أحساسي وأنا جنبها مش مقبول. هالبنت القوية شو غيرت فيك؟ لهفتها وخوف علي مش معقول. يا ويلي من حبها، سكر على مربى. ليش تركت انت والاكس؟ اجوبة كتيرة رح نشوفها سوا مع زميلتنا كينانا. مرحبا، نزلنا اليوم على الجامعة لنكد على الناس ونسألهم ليش تركت انت والاكس ونرجع لسنوات الضياع. خلونا نشوف الاجابات. ليش تركت انت والاكس؟ تسأليني انا؟ ايوه. البرود. انا في مكان واسع وكله ابيض فابيض. بلا إجابة، فضل عدم الإجابة. والله لأنه قد مات ناس وماتت مكارمهم وعاش ناسهم في الناس. عبت علي كتير. مش تفسر انت بتقولي ايه؟ احرجتك ما؟ شمعنا ندنا عن العالم الأعلى؟ كطلاب فيزياء معنى الارتباط لما بيصير تجاذب بين مثلا هلا الأجسام بالكون كله عبارة عن شحنات، شحنات موجبة وسالبة. بتعرفي انه اي جسم هلا علاقة الارتباط وحبيبك سابق وصلنا لعند تجاذب وتنافر واكس شحنة. اي والله يا ريت تفسر لانه صعب اني افهم شعر. يعني انت على مدى الزمن طويل تعملي خير مع شخص، تكوني ناطرة مثلا مبادرة بموقف على مبدأ انه المواقف تظهر معادن الناس. ايوه فهمت كيف؟ بقى انت موقف وقت بيجي هو هذا الشخص وانت بتنطري مثلا لحتى يبادر بشيء، يعني على مبدأ ما في شيء بالكلام، انه بدك كلام وفعل. يعني انت معدن وكان بدك يا ذهب فضه برونز شو. 2 hours later. لا هو الجوهر ما طلع مناسب، ما طلع ذهب بيصدي طبعا. لا هو لا عن جد بين مصدى واكثر من مصدى، بين تاخخ كمان اذا بدك. لا ماني مرتبط لحتى اترك، بس في اسباب كثير لحتى الواحد يتركه. يعني بتعملها تحسبا اذا تحسبا انه عدم الثقه والكذب باي شيء. ما بدك اياها تكذب؟ لا الكذبه بيضه مرق لها اياها ما بتمرق. كذبه بيضه احيانا لتغطي ايه مقبوله، بس اما دائما لا، مره اثنين ايه اكثر من هيك لا. بغار كثير؟ لا كثير كره الشاب العصبي انا تماما. وغيرها بس انت ما فيكي شيء؟ بلكي انت طفشتي مثلا؟ لا كاملة مكملة. خطبت. خطبت؟ هي تركتك يعني خطبت؟ فانت تركتها، فمنطقيا هي تركتني فانا بتركها. بدي ضل حبة وهي مخطوبة. هو المنطق ولا مش هو؟ انه واحد ما يكون بارد مع الطرف الثاني، لانه بحسسه اولا انه ما بده اياه. هو بصراحة الا ما يكون في عندك ظروف او اختلاف، يعني قد ما كان في اتفاق بين الشخصين بتجي شغله صغيره بتفرق بيناتكم. ما تركنا. حلو ظريف. قد ايه لكم؟ 3 سنين. وهيك كانت اجابات الناس لليوم. انطرونا بحلقه جديده واسئله جديده. شانيل الحلم والعلامة التجارية الأقوى بعالم الموضة والجمال، شو السر وراء نجاحها؟ رح نعرف سوا بفلاش باك مع شانيل. شانيل الحلم والعلامة الأقوى بعالم الموضة والجمال، يلي بنعد امتلاك قطعة من منتجاتها حلم كل النساء. يا ترى من وين بدأت وشو سر هالنجاح؟ ولدت جابرييل شانيل المعروفة بكوكو شانيل عام 1983 بفرنسا. عاشت طفولة فقيرة مع عائلتها حتى توفت والدتها وهي بعمر 12 سنة، وأرسل والدها لملجأ الأيتام يلي كان صاحب الفضل بمستقبلها، وفيه تعلمت فن الخياطة حتى تركت الملجأ بعمر 18 سنة وبدأت تشتغل كمغنية بأحد الملاهي يلي تتردد عليه ضباط سلاح الفرسان، وقدرت تجمع مبلغ مالي جيد وفيه أخذت لقب كوكو، وهو اختصار لكلمة فرنسية تعني المحبوبة. قامت شانيل بتصميم القبعات بناء على طلب الأصدقاء، وقامت بمشاركة صديق لها بفتح أول متجر إلها في باريس عام 1910، وبعد نجاحه وسعت مجال عملها ليشمل خط صناعة الملابس.
كانت الحرب العالمية الأولى نقطة تحول بحياتها، فنتيجة الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة اضطرت النساء للعمل لساعات طويلة، وكانت بحاجة لملابس أكثر عملية من الملابس السائدة بتلك الفترة. وانتهزت شانيل الفرصة وأطلقت مجموعة تصاميم جديدة مستوحاة من تصاميم الملابس الرجالية، ولاقت انتشار واسع بفرنسا، وزادت من شهرة شانيل خاصة بين عامي 1915 و1917. تميزت تصاميمها بالبساطة والنعومة وحققت الراحة للمرأة، فأدخلت الجاكيت والبنطال إلى الملابس النسائية، ولاقى فستان المصنوع من قميص شتوي قديم شهرة كبيرة، حتى أنها صرحت بإحدى اللقاءات قائلة: لقد صنعت ثروتي من هذا القميص القديم الذي كنت أرتديه لأن الطقس بارد جدا في ملجأ الأيتام. ومن نجمات السينما اللي ارتدوا من أزياء شانيل غريس كيلي، أودري هيبورن، ومارلين مونرو. صممت شانيل شعار علامتها التجارية بنفسها، وأطلقت أول عطر خاص فيها حمل اسم شانيل نمبر 5، وهو الرقم يلي كان تحمله بدار الأيتام، واعتبرته رقم الحظ بالنسبة إلها. شانيل عم تضم حالياً أكثر من 200 فرع حول العالم، وقدرت عائداتها بأكثر من 10 مليار و200 مليون دولار. وصنفت شانيل ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في القرن العشرين. هيدا كانت أخبارنا لليوم، انترونا بحلقة جديدة وأخبار جديدة. كونوا على الموعد. باي باي. باي.